قلت من أحسن الكتب المراجع السيرة، إذا كان ولا بد أن نتحدث عن مراجع، من أحسن الكتب التي السيرة أول كتاب فيها كما رأيناه هو القرآن الكريم. تكلم عن أصل النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن منشئه الملك من فآوى، تكلم القرآن عن مكانه، عن المكان، عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان، تكلم عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالزمان، تكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فزكاهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. تكلم القرآن عن الصلح، عن صلح النبي صلى الله عليه وسلم كصلح الذي وقعه مع قريش، وهذه دائرة أيضا من دوائر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المصالحة والمعاهدات والمصالحات التي وقعها مع الناس كموادعته مع اليهود وكصلحه مع قريش. فالقرآن هو أول كتاب من كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كتب السيرة ألف العلماء، أول من ألف ابن شهاب الزهري، وكل من ألف في الحديث فإنه يؤلف عن السيرة ويكتب عنها. فكتب الحديث هي كتب سيرية تتكلم عن السيرة، وبرزت كتب متخصصة. ولكن كتاب القاضي عياض الذي أردت أن أقول عنه كلمة هو كتاب جيد، لأنه يفرد كل باب من هذه الأبواب، فيرى الإنسان شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة في زهده وفي نسكه وفي عبادته، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ميادين المعارك، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم هناك يراه في المكان الذي يريد أن يراه فيه، وبالتالي لا يرتبس عليه شيء، وهو يدرس هذه السيرة في وقت واحد بل يدرس النبي صلى الله عليه وسلم في دوائر مختلفة.